سلام يا كرام دروبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير. سألت قلوبكم عن حبها المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك غنى وانقل صوتك التعبير، تدار عيال زايد والقلوب الخير. نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love every one who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. صور صادق الاحساس وغني عن مشاعركم يا اغلى مشاهدين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استثمارات الإمارات، وكما عودناكم في كل حلقة استضافة شركة جديدة. اليوم سنستضيف شركة لها العديد من البصمات الواضحة داخل دولة الإمارات، والتي سنتعرف عليها مع المهندس جورج مخلوف المدير العام لمجموعة دايركت سورس. أهلا وسهلا بشمهندس. أهلا وسهلا فيكم، تشرفتم. مهندس جورج، لو تعطينا فكرة عن مجموعة دايركت سورس وما هي طبيعة الخدمات التي تقدمها المجموعة؟ هي دايركت سورس تأسست 2006، بلشت شركة إلكتروميكانيكا بأبو ظبي طبعا. أسست عنه شاب صديق لي اسمه نادر، موجود هلا حاليا هو شريكنا، ومع الوقت صرنا نطورها. 2009 فتحنا قسم ثاني للبنى التحتية والخدمات السكيورتي، اذا بدنا اوديو فيديو، ولحديت هلا صار لنا 15 سنه ماشيين مع بعضنا وان شاء الله لقدام. اما بالنسبه للخدمات الالكتروميكانيكال، بتعتمد كل شيء كهرباء واي سي وصحيه طبعا، وللابنيه او لصوره شغلنا كان. والقسم الثاني بال 2009 بلشنا فيه كاميرات مراقبه حسب النظم الامارات والمواصفات دولة الامارات ابو ظبي خصوصا، واوديو فيديو مدارس او كان خاص، والخدمات الانفراستراكشرز اللي هي الشبكات تبع المدارس او ابنيه كبيره كان ضمن شغلنا هلا حديثا صار. وعم نطور بعدنا كل سنتين ثلاثه عم نجرب نطور المجموعه تبعنا دائما في التقدم المزيد.
مهندس جورج، لكل مشروع تحديات بتواجهه في أثناء تأسيس المشروع، ما هي التحديات التي واجهتك أثناء تأسيس مشروعك أو بالفترة الحالية أوضاع الكورونا؟ هلا بكل مشروع طبعا في مشاكل، وهذا طبيعة الشغل. إذا ما في مشاكل يعني في شيء غلط بالمشروع. أكيد. اللي بيّن معنا إن إحنا أكثر سنتين، سنة ونص تقريبا، كانت قصة جنحة الكورونا. جنحة الكورونا على الكل بنعرف نحن، فكان عندنا ريستراكشنز على التنقلات وكمية مثلا كمية العالم بالسيارة، فاضطرينا نجيب عدد سيارات أكثر. بالغرف كان عندنا التزامات حسب وزارة الصحة، اعتمدنا التزامات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي. ضمن المكتب كمان لحديت الهلا بعد نص مكتبنا بالشغل من البيوت، فاضطرينا بي ضمن كورونا انه نعمل انفراستراكشر للشركه جديد اللي هو الشغل عن بعد. هذا طبعا بيأثر على الكواليتي تبع الشغل، على سرعه الشغل، بس بحافظ بنفس الوقت على السيفتي تبع الموظفين والمحيط تبعنا كله، مشان نستمر لقدام، مشان نقدر نقطع هالمرحله. بالمشاريع اجمالا نادر مسؤول عن المشاريع، هو بغطي مشاكل المشاريع كلها بالتعاون معي طبعا. بس نحن مثل ما قلت رح كرر، اكبر تحدي كان لنا الكورونا لحديت هلا. مهندس جورج، لو تحدثنا عن ابرز المشاريع التي نفذتها مجموعه دايركت سورس. رح بلش بالامارات الشماليه، عندنا مسجد الشيخ خليفه بن زايد براس الخيمه بطور التسليم، حاليا هو اكبر مسجد بالمنطقه براس الخيمه. عندنا بالشارقه ودبي عم ننفذ مشاريع لمدرسه الامارات الوطنيه، هي للدوله، وكمان واحد خلص وواحد تقريبا بعد شهرين بخلص، والتارجتين كمان انه نخلصه قبل بوقت. نوصل على المنطقه الغربيه، عندنا بقلب الضفره باللواء، عندنا محكمه الضفره كمان بدور التسليم. عندنا بالعين اول بيت بيتحول لمتحف، هو بيت الشيخ محمد بن خليفه، هلا صار بالعين موجود بالتراث تبع الامارات. عندنا بابو ظبي عندنا مشاريع، بنعمل فيلل في اي بي وكل شيء كامل، اوديو فيديو والكتروميكانيكال تونكي اجمالا كله. وعندنا بنايات تجاريه بمنطقه مصدر، هلا عن الشغل اربع خلصنا بنايه وعن الشغل ثلاث بنايات مباني، وعندنا بالراحه بنايتين، هدول من الناحيه التجاريه. مهندس جورج، كما تعلم ان هناك منافسه في مختلف القطاعات والمجالات، ففي ظل المنافسه الشديده داخل دوله الامارات، كيف حافظتم على تميزكم على مدار 15 عاما؟ هلا كل مثل كل واحد ايش بيعرف الامارات، بعرف انه بالامارات الصيت المنيح صعب واحد يضل يحافظ عليه، الصيت السيء دغري ببين بالسوق. نعم. نحن كثير من اول ما بلشنا دايركت سورس اعتمدنا على فكره جوده الشغل وخدمه الزبون، مشان هيك نحن زبوناتنا من 15 سنه حديت هلا بعدهم نفسهم معنا. قريت نغير، مش على طول السعر بالنسبه لزبوناتنا، اعتمدنا فكره انه مش على طول السعر يكون هو الاساس، عنده دور، بس خدمتك وجوده شغلك له دور كثير كبير، وهذا اللي عم حافظنا عليه، وان شاء الله بضلوا هم مكملين بنفس الفكره. جوده الشغل اهم شيء يعني. مهندس جورج، لكل شخص طموح سواء على الصعيد الشخصي او على صعيد العمل، ما هو الطموح او الخطط المستقبليه لمجموعه دايركت سورس؟ طبعا نحن بهدفنا نحن نتطور بعد ضمن الامارات كلها. هلا نحن كمان انشانا فرع بدبي براس الخيمه، مشان هذا الفكره تبعنا. فنحن الفكره تبعنا انه نكون من الرواد الالكتروميكانيكال والانفراستراكشرز اذا بدك البروفايدرز بدوله الامارات كلها، مش بس بابو ظبي. نحن بلشنا بابو ظبي، بس طموحنا صرنا بدبي وان شاء الله براس الخيمه، والعين ابو ظبي مغطيه من هون، ان شاء الله بكون على صعيد الامارات كلها. فهذا واحد من الاهداف تبعنا. وطبعا من ضمن فكره تطوير الشركه بنشتغل على تطوير الموظفين والمهندسين اللي عندنا، مشان يكون عندنا على طول جوده احسن، ونتعلم من مشاكل قبل مشان ما نعمل نفس المشاكل اللي بعدين. فهذا بتضمن منهم
دورات خاصة الشركة تتكفل فيها، عم تكون منا بدبي، وقبل كورونا كنا نسافر مشان نطور الشباب اللي عنا في بهولندا وببلجيكا، في معامل نتعامل معهم، في شركات نتعامل معهم، نبعث موظفينا لهونيك تاخدوا التدريب مشان هذا البرودكت، مشان وقت بوقت التنفيذ نكون عارفين اذا في مشاكل ونحلها. هذا طبعا ضمن تطوير الشركات والتكنولوجي اللي عم نشتغل فيها نحن. نعم، لقد اوشكنا على نهاية الحلقة، ولكن اعتدنا اعطاء الضيف مساحة مفتوحة لاقتراح او رسالة. انا اول شيء بدي، انا موجود بالامارات طبعا صار 20 سنة بالامارات، 21 سنة، ما في الا نشكر حكام الامارات على رحابة الصدر وعلى الاستضافة لنا. انا لبناني، فاستضافتهم لنا كلبنانيين نعتبر حالنا هذا بلدنا، واللي بيّن كمان بحكمتهم بجنحة كورونا حسينا حالنا نحن كأنه ببلادنا. الطريقة اللي اعتنوا فينا بكل العالم موجودين بالإمارات، كل موجودين بالإمارات، كل سكان الإمارات، ونحن كمان تأثرنا بطريقة شغلهم بحكمتهم بإدارة الدولة والشركات. ما حسينا كتير بفرق، المشاريع ظلت مستمرة قد ما فيها إن كان حكومي أو خاص، ونحن من الشركات اللي لو ما طريقة إدارة الدولة للمشاريع كنا نحن تعذبنا منا مثل غيرنا. فطريقة إدارة الأزمة كانت عظيمة جدا، وخلت كل شيء مثلنا شركات تجارية أو بالبنية التحتية أو بالعمار كان ماشي بأحسن طريقة ممكنة، ومشكورين على طول. وبنهاية الحلقة سعدنا بلقائك مهندس جورج مخلوف المدير العام لمجموعة دايركت سورس، شكرا لك. شكرا. سلام يا كرام قلوبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حب هالمدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صادق كنت وانت صادق التعبير، تدار عيال زايد والقلوب الخير، نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love everyone who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. من عيوني بصور صادق الأحساس.